اهلا بيكم مره تانية، وهيكون معانا دلوقتي الفنان فراس حجاج، وهنبتدي نتناقش في شويه رسومات جميله هو اختارها لنا. نرحب بيه، اهلا بيك يا استاذ فراس، منورنا في الاستوديو. الله يخليك. اخبارك ايه؟ ماشي الحال الحمد لله. رتب لنا حاجه حلوه النهارده ان شاء الله. مفاجأة جميلة إن شاء الله. ربنا يستر إن شاء الله. بس الرسامين دول عليهم مفاجآت. دخل السجن. مفاجأة انتخابية إن شاء الله. دخل لو طلعت هسيبك وهجري من الاستوديو. طيب أول رسمة يا أستاذ فراس اخترتها لنا إيه؟ أول رسمة إحنا معلش هنتكلم دلوقتي بقى تدرج تاريخي شوية كده سريع. تمام. عشان إيه تعرف ذاكرة إحنا كمصريين زي ما بيقولوا على ذاكرة السمكة. أيوه ذاكرة السمكة صحيح. كويس. هنقول زي ما الانقلاب قال وزي ما اعلم في اعلامه ان اخذ تفويض مزعوم، استحقاقات انتخابية مزعومة، ضربت 5 استحقاقات انتخابية شرعية تمت قبل وصول الرئيس الشرعي محمد مرسي. من خلال هذا التفويض المزعوم ماذا حدث لمصر؟ سقطت في الهاوية. ده باختصار. طيب ممكن نعرض الرسمة يا شباب؟ ضرب انتخابية خطية، عرض الحائط مقابل مزعوم كاذب، أدى إلى وصول مصر حاليا اقتصاديا وسياسيا وحتى على المستوى الشخصي، مستوى الأسرة الواحدة معيا، الأسرة ما بينهم وبين بعضها في خلافات وخلافات كبيرة ما بين الرجل وأخوه. شوف حجم الفجوة الاجتماعية اللي حصلت في المجتمع المصري في السنتين اللي فاتوا دول، ده كله أدى إلى وجود مصر على حافة الهوية بسبب التفويض المزعوم. هنا مصر طبعا بتصرخ طبعا. ده رسام كاريكاتير غير الرسام في الجزيرة نت. هو طبعا يبدو ان هو كاتب كلمة على انها القرنين اللي هم يطيحوا بمصر. نعم. في حالة مقاومة طبعا هنا، هي بتعافر بترجع بظهرها لورا. كقوة عسكرية مقاومة سلمية الأمر لازم تضحيات كبيرة جدا. مش أي انقلاب حصل في أي دولة في العالم مش هيسيب البلد بشكل بالسهولة الناس كلها، لازم تضحيات للوصول لإيه؟ حرية غالية يا أستاذ. كنت مالها دي حياتك ماشي في الشارع بس لمجرد انه يطلب بحقه او يطلب بحريه، فممكن دي تكلفه حياته نفسها. صحيح. الرسمه اللي بعد كده، الرسمه اللي بعد كده لقائد الانقلاب السيسي مع حزب النور. وحزب النور يعني السيسي تعالى اتفضل، متعت السيسي وموافقه حزب النور انه بيمشي الطريق مع قائد الانقلاب في الاخر. مسيرة الانقلاب ومصاحبة السيسي ادت الى وجود حزب النور لا يوجد تحته هو ايه؟ البلاعة، مزبلة التاريخ. وهنا هنقول كده نهاية لاي حزب، اي حزب نافق نفسه وباع دينه لا وباع مبادئه وبعد دم الشهداء وبعد ديمقراطيه، هتبقى نهايته ايه؟ صحيح، نهايه التاريخ ان شاء الله. جميل جدا. اللي بعد كده في عندنا الاستاذ عماد حجاج في كاريكاتير العرب الجديد. في هنا بالنسبه للاستاذ عماد ده مميز بصراحه بافكار يعني هنا رسم الانقلاب على 3 مراحل. المرحله الاولى هو هنا برضو بيحكي السنتين اللي فاتوا، بيرويها كلها في رسمه واحده. في البدايه يعيش السيسي يسقط كذا ويسقط كذا، والسيسي بقى على الراس من فوق، وافقوا بالتفويض وعمل الانقلاب ولا مقابل انه يقولوا يعيش السيسي. تم منها ايه؟ فبدا يتمسح، وبالتالي وصلنا لكده مفيش القبعه العسكريه بقت انتخابي. وفعلا زي ما هو قال مفيش للناس، الناس قالت له ايه؟
يعني هي موضوع مفيش ده اللي هو بقى اللي جنسه هو هنا تدرج، هو بيتكلم عن التدرج في ضعيته عند الناس الاولانيه مفيش، يعني هو ظاهر جدا عند الناس غير قوي ومبارزه، فالناس حي بتقول يعيش يعيش بدا حاله التشويش تشويش التشويش تبقى الناس دي نظره الناس ليه صح كده ده دي مش عارف فبدات تشوه نظرتها ليه في مشاكل فيه لحد ما وصلت ان هم مفيش كويس وهي فتره يعني هنقول فتره الانقلاب تحول الانقلاب الى الحقيقه ومن يعيش الى مفيش من يعيش الى بالظبط ردها له ردها له صح نعم مفيش يبقى ايه مفيش ايه يعني لا هنا الرسمة بتاعتي الحلاقة رسمة فقرية جدا بديك لعمرو سليم لعمرو سليم نعم في جريدة الشروق في الشروق بس عايزين نوضح حاجة الرسمة دي نزلت امبارح امبارح نزلت النهاردة الصبح في الجريدة النهارده يمكن انت شفتها بعدد امبارح يعني كل امبارح سوق النهارده بس هي المساله بالنسبه لكتير بس عشان المشاهدين كلهم النقطه ديك هي مساله الاعلام من يومين بيتكلم عن ايه بيتكلم عن في انتخابات في عاملين دعايه انتخابيه رهيبه قمميه القنوات الخاصه وقنوات الحكومه ولكن ما فيش حد راح والاعلان بما فيها الجرايد سهل في مصر اللي هو رسام الكاريكاتير عمرو سليم رسم فيها كويس قبلها بليله او قبلها بيوم معنا عددين الانتخابات ما فيش وما فيش ناس وصلوا لمراكز الانتخابيه وفي اعراض وفي شباب بيروح المعهد والناس مش عايزه تنتخب كويس ولكن هنا بقى دور الاعلام فيها ومن ضمنها من ضمن ادوات الاعلام اللي هو الرسم الكاريكاتيري. سلطه الانقلاب حاليا مش عايزه تبرر الفشل الذريع اثناء الانتخابات ان الناس ما راحتش. صحيح. في اعراض من الناس عن موضوع الانتخابات ده هنقول رافضينه هنقول مش عاجبهم الوضع هنقول مش عارفين الناس اللي رايحين الناس المرشحين نفسهم تحت اي مسمى من المسميات. واخد بالك؟ ولكن هنا الاعلام ده بيتحول وفقا لوجهه نظر الانقلاب من عدم وجود ناخبين الى ايه؟ تحميل هذا الفشل على حزب النور. فبالتالي هنلاحظ النهارده او من امبارح ومن النهارده وبكره وفي خلال الكام يوم الجايين دول هجوم رهيب رهيب على حزب النور. ليه؟ هو بالفعل اخفق يعني هو اخفق ما قالش حاجه من عنده. ده صحيح ده صحيح هو اخفق اوكي ولكن كسلطه انقلاب العمليه تدار بها اعلاميا عايز تحويل اتجاه ونظره الناس من الاعراض عن موضوع الانتخاب الاعراض عن الانتخابات ورفضها الى ايه؟ وجود شماعه اخرى الناس توجيه الآلة الإعلامية ناحيتها اللي هو فشل حزب النور أو توجيه مكنة الحلاقة لحزب النور بالظبط. طيب بس أنا الحقيقة دلالة مكنة الحلاقة هنا إيه؟ يعني هو القلش بتاع المصريين هو بتاع يقول لك لا هي يعني باختصار يعني؟ هي يعني باختصار هو معروف إن رسام عمرو سليم معاداته الشديدة جدا لأي شيء إسلامي بغض النظر إن كان حزب النور أو غيره يعني ده صحيح كويس بس هو الحقيقة هنا يعني وافق هوى الجميع يعني حاجة زي كده وفي نفس الوقت بيقول احنا نرفض كل ما هو له علاقه بالاسلام من الاخر ده عمرو سليم سواء بقى دقن سواء جلباب سواء حتى انت لو لاحظت على مدار سنين طويله الكاريكاتير المصري بيتكلم عن ايه ما فيش مره شفت واحد رسم شخص اسلامي ما اثر فيه رسوم في صوره ايجابيه في صوره ايجابيه ابدا مش معقول كل التيارات الاسلاميه الموجوده في مصر كلها صورتها سلبيه صحيح صحيح بس هو طبعا يعني حزب النور اعتقد انه يلا طب الرسمه اللي بعد كده الرسمه اللي بعد كده هي نفس الجريده اللي رسام كاريكاتير اسمه مخلوف كويس هو يمكن الرسمه ديك رغم بساطتها جدا الا انها وضحت شيء مهم جدا يعني اعراض الشباب كويس الشباب راس المال الشخص اللي موجود اللي هو بيقدم في الصينيه حاطط صندوق على الصينيه نعم ده كشيء من الهديه مع واحده وواحد والشاب ده بيقول له لا ده الاقبال على الانتخابات باختصار كده احنا مش عايزين هدايا الانتخابيه بتاعتكم
لان عارفين اخرتها هتبقى ايه. احنا جربنا 5 مرات ومفيش نتيجه، ونضحك علينا ومفيش نتيجه، فبالتالي ده كان اعراض. طب هو برضو دلاله اللي حط بؤاس السيجاره دي، ما هو بيتكلم على وسط الارسطو كمان بقى التوجيه الاعلاني. اه هنيجي ناخد اكتر تحليل بالنسبه للمساحه. ده الست دي بالشكل شعب شبيكي كان ممكن يحطوا مثلا برضه بشكل ايداء كرمز التيار الاسلامي الموجود في البلد. كويس، مش لازم يكون حزب النور. ايوه كويس. يكون بالنسبه للاغلب هو برضه الرسمه عشان فين مصر 90 مليون، يعني لو قلنا فيهم 10 مليون اسلاميين يعني مش مكملين 10%. تمام. وبالتالي النسبه الاغلب هي الناس العاديه، بس برضه يعني لتوجه بصراحه لتوجه اتجاه الفنان الكاريكاتير نفسه. اتجاهه ايه؟ هو رافض ايه ومش رافض ايه؟ هو من جواه رافض اصلا اي شيء اسمه اسلامي. سواء كان تيار اسلامي، اسلامي، مجموعه اسلاميه، اي حاجه فيها علاقه بالاسلاميين. هو دلاله الشباب عموما، هو الشباب عموما، شباب مصر بالكامل، هي دي حاجه اسمها اسلامي. هنا مش جايب لك العسكر هم اللي مسؤولين. يعني حتى بعد يعني في رسالة كمان، في يعني هو مطلع لك الشاب انت في ستايل الارسطو. نعم. يعني وداخل عليها اللي هو ابن الطبقة اللي هم بيرفضوا اعرضوا عنه. يبقى هنا ليا ملهاش علاقة بالطبقة. يقول له لا شكرا يعني ايه وكشخص اعراض محمد عينه انا عارفاه مش عايز ابص له. حتى الانتخابي لشخص زي الجرسون والتاني بيقول له لا مش عايز ماليش كده، وده بيعكس حال وحاله الاحباط اللي وصل لها جميع شباب مصر سواء كان او غيرهم بالنسبه للاحوال السياسيه وبالنسبه للمستقبل السياسي الاقتصادي والاجتماعي من الرؤى اللي موجوده والاوضاع اللي موجوده حاليا لا اي خير تحت ظل هذا الانقلاب. طيب بعد كده الرسمه دي بنديه للاستاذ احمد عبد النعيم رسام كاريكاتير في اخبار اليوم واليوم السابع. كان بيرسم في الجمهوريه؟ لا هو معظم رسمه على اساس متابعه بصراحه هو عزيزي. بيرسم في اليوم السابع، بيرسم في اخبار اليوم. طيب النهارده جايب لك 2 عواجيز وبيشكوا همهم لبعض. نعم. صح؟ الاول البرلمان وحاسس اني اخيرا اول نفسي واتجوز المرحومه نحمده. الله يرحمه. الله يرحمه. حاجه غريب. الله يرحمه يا ويلي غريب. ده الجيل اللي ودانا في 60 ده. هو بصراحه الرسمه هنا ده هنقول صك مباشر وشهاده لاعلام الانقلابي واعلام الكذب، ومع ذلك برضه رب العالمين بيطلع صدق من جواه غصب عنه. حتى وان كانت بمقاله، حتى وان كانت برسمه. احيانا هم بيسخروا من الشيء اللي هم صنعوه. اللي هم صنعوه. بيبان قد ايه فاسدين في صناعه هذا الشيء. بالظبط. ده هنا تاكيد مباشر. تاكيد مباشر. ان اعراض الشباب والشباب مش عايزين بشكل نهائي. ثقه. عظيم. الرسمه دي نشرت امتى؟ امبارح. شوف مانشيتات اليوم السابع النهارده. صحيح. 26 مفترض ان هم شباب، المفروض ان هم شباب. يعني مثلا ما فيهاش 26 ما فيهاش وجوه الجريده نفسها من الجريده ومن احد اطقمها ومن كاتب موجود فيها كويس وموجود من سنين يرسم يوضح ان ما فيش شباب. شوف حجم يعني الجريده تقول ان نسبه الشباب وصلت 26% وجوه الجريده نفسها رسام الكاريكاتير يثبت عكس ده. يثبت عكس ده صحيح. كويس. لا وهي فكره العواجيز هم بس اللي يعني هو تاكيد مباشر عن ان الشباب اعرضوا اعراض كامل عن موضوع الانتخابات وان الاعلام الانقلاب بيناقض نفسه باختصار. ايوه صحيح عندهم شيزوفرينيا. طيب الرسمه اللي بعد كده يا استاذ فراس محدش جه قول لنا نجيب الصندوق. قلنا نجيب الصندوق ونجيلكم احنا. نجيلكم احنا. ده الدليفري. انتخابات دليفري. انتخابات دليفري. والله بص انا طبعا فاهمه من الصوره انه اللي ما نزلش له الصندوق لحد عنده عشان ينتخب. بالظبط. يعني ده ما اختلفش كتير، ده اعتقد ده تميز عن انتخابات في
تطور طبعا. لازم ينتخبوا كمان الميتين. فهو في تفكيك شوف يعني ما راحوش المقابر. وبكره اذا حصل هنشوف ان شاء الله حاجه في بس ايه الدلاله؟ يعني ايه اللي خلى بسام ممكن يكون رسم زي دي؟ هل في واقعة حصلت مثلا؟ ما هو رسام كاريكاتير هنا عبد الله احمد اعتقد يعني انه عمل هيك عشان موقف حاجتين. اول شيء الاساسي ان هو رد كده رد مباشر بيأكد وجود ناخبين داخل اللجان الانتخابيه. ادي اول شيء. الرسمه دي منشوره في جرايد المصريون. مصر اليوم. مصر اليوم عم بيعمل في مصر اليوم. نعم. مصر اليوم من اشد الناقدين لسلطه الانقلاب. ده اكيد. والحكم العسكري. كانت الانقلاب في وقت مع ان يعني تقدر تشوف المقاييس برضه كلمه حق المصري اليوم كانت في يوم من الايام يعني خطوط العداله في مصر مبارك كان يا مكان كانت المصري اليوم بتتبنى برضه لازم نذكر الناس هو ده مش دفاعا عن المصري اليوم ولا هجوم عليها بس عشان ايه الناس اصحاب المؤسسات الاعلاميه بيسخروا الاعلام حسب المصلحه وحسب البيزنس وحسب علاقته بالنظام لما كانت الاول مره انه هنهاجم مبارك اشتغل على موبايل يفتح في ملفات فساد واحنا الحقيقه وقت ما كنا في مصر اليوم فتحنا ملفات فساد ضخمه جدا وكنا يعني بنتعامل مع النظام معامله عدائيه وكنا اعتقد ان كانت المصري في يوم من الايام احد اهم الصحف اللي كسرت ظهر نظام مبارك نفتكر مع بعض سبحان الله من بعد الثوره والازمه الصحيه اللي طلع فيها واللي كان هيتحبس فيها ابراهيم عيسى بسبب تسريب اخبار صحيه عن حسني مبارك الكلام ده لو نفتكره مع بعض وفي الاخر حصل عفو رئاسي على ابراهيم عيسى صحيح كويس لا احنا كان في لينا ثلاث زملاء في مصر اليوم يا استاذ فراس سنه 2005 تقريبا دخلوا السجن في قضيه مع محمد ابراهيم سليمان لما نشروا ان في جهات رقابيه عليا دخلت مكتبه وفتشته وهو مسافر فكان في حاله احتكاك مع النظام عنيفه نعم وثلاثه فعلا دخلوا السجن وخدوا بعد كده طبعا برئوا في الاحكام لكن بضغوط اعلاميه وكان في حراك حقيقي ما بين من الاسره الصحفيه او من الجماعه الصحفيه ومن النقابه ومن نعم. من كل والنهارده مع الاسف بعض الناس دي اللي هي دخلت السجن بسبب يعني موقع يعني انها نشرت اخبار صحيحه على وزير فاسد فتعرضت من نظام فاسد للحبس هي النهارده اللي ساهمت مع الاسف في عوده هذا النظام الفاسد في شكله المختلف في آلته العسكرية والناس نسيت ماضيها وربنا يهدي ولكن للأسف حصل الانقلاب تغيرت الوجوه من كان يكتب لصالح الحق بقى يشوف الحق بشكل تاني خالص صحيح في المقابل لازم يحافظ على الكرسي بتاعه ولازم يحافظ على البيزنس الخاص بيه والمركز الاجتماعي ومش مشكلة الشعب هيعوز ايه اللي موجود هيتاخد اللي مش عاجبه بس الناس اللي السجون بص يا ريس طالما الناس اللي زي دي ما بتتاثرش بانخفاض سعر الجنيه وغلاء الدولار طبعا فطبيعي جدا يبقى ده موقف المهم مش عايزين نبعد عن الدايره المهم بالنسبه للرسمه هنا رسم بتاعت الصندوق الدليفري نعم صندوق الدليفري ايه اللي دعا الكاتب بقى انه يعني هل في موقف حصل انت تعلمه مثلا ياسين انت كلنا نعرف ان الحادثه اللي حصلت لواحد على ما اتذكر في مدينه المنصوره مثلا حادثه مروريه ولا ايه؟ حادثه لا مش حادثه ده ما شاء الله عليهم الناس دي سبعه صوتهم واصل قوي لقصر الجمهوري نعم لو كان صوته واصل وكان مش خدوا له الصندوق لحد عنده بس ده خدوا له الصندوق لحد باب العربيه والله كويس والله انا بجيب الخبر نفسه مع الصوره كويس بس للاسف الوقت ما اسعفنيش انا شفتها متاكد انها شفتها موجوده لا واكيد الناس شافتها لو في المقابل حد في المقابل جايبين صوره ياسر برهان وهو بيتفتش على باب والله ده واحد بيتفتش والتاني صندوق الانتخابي اللي هو الدفتر بتاع الانتخابات والكلام ده حد عنده الحد العربيه ياسر برهاني كان جنبا الى جنب مع الكنيسه في يوم اعلان الانقلاب في 3 يوليو لكن طبعا المقامات بتختلف بعد كده طبقا لطلب واحد ومقامه وهنا تاكيد طبعا الانقلاب طبعا مقاطعه الانقلاب دي اول حاجه وطبعا بيكذب نفسه ان اعلان النتيجه 27% وادي النتيجه هي من نفس الاعلام الانقلاب نفسه يقول الانتخابات اصلا فيها ناس صحيح وحتى الناس مذهوله كده حتى ما حدش حط
بالظبط. او يمكن حطوه بعد الرسمه ما خلصت. طيب الرسمه اللي ان انا اختم كله برسمه اخر ردها. ان شاء الله اللي بعد كده اسمها لنا باذن الله. الرسمه دي لدكتور علاء اللقطه. ايوه الراجل تفكيره جدا ومحترم ما شاء الله افكاره ورسومه معبره جدا. بالظبط. لا هنا وضح ما وصلنا اليه. إضاعة الوطن العربي أو الشباب العربي تحت أي مسمى، تحت مسمى تحت مسمى الخيانة، تحت أي مسمى زي ما أنت عايز تقول قول، أدينا فرصة إن إحنا نستطيع أن نكون، وللأسف حاليا نحن على وشك أن لا نكون. حصل ربيع ما قدرناش نحافظ عليه، ثورتنا واتسرقت مننا. ثورتنا واتسرقت مننا قبل كده. امبارح شفت الشيخ حازم ابو اسماعيل. ربنا يفك كربه يا رب. امين يا رب. اللهم امين. اتكلم عن سرقه الثورات وما الى ذلك. كان ملهم جدا. ما شاء الله عليه. عنده بعد نظر كويس عميق. اتسرقت مننا ثورتنا، واتسرقت مننا كرامتنا، واتسرق مننا مواردنا، واتسرق مننا شبابنا، وما وصلنا اليه كوطن عربي ان وطننا بيتم اغتصابه، ويقول وا عرباه وا اسلاماه، ولكن الحكام العرب المهيمنين المسيطرين نايمين تحت السرير، نايمين تحت السرير بيستمتعوا بالاهات. هو هنا الحقيقه الدراع ده يبدو ان هو دراع حريمي، يعني بيتكلم عن الامه او القضيه او تتكلم عليها جميع الامم. تم اغتصابها من جميع الامم. الجنود الجنود العين، الجنود الاعداء. افترض اللي هي هو مبين هنا اعلام، علم روسيا وايران وامريكا تقريبا. نعم. على كل حذاء. نعم. في نعم. علم. نعم. ان هم كده بيغتصبوا الامه، يعني بيعتدوا عليها. خدت بال حضرتك؟ نعم. على فراش بيختبئ تحته الحكام العرب والامه العربيه والشباب العرب والرجال العرب. هو قاعد محتاس، يعني هو الحقيقه برضه مناخيره حمراء، طلعوا لك مناخيره حمراء، ومناخيره حمراء مش عارف هو من الخجل، مناخيره حمرت من الخجل تصدق؟ ممكن عشان خدوده من الدريه في ورشة نبو. وفي نفس الوقت محتاس، يعني عارف انت مبرق كده ومحول. البالونه الاعلاميه الكاذبه، البالونه الاعلاميه الكاذبه اللي ظلوا يكذبوا علينا ما يقرب 60 70 سنه، ونحن نعمل ونحن سوف نسوي، وجيوش العربيه والقياده العربيه. الراجل ده سبع جيوش في عز ما كانت جيوش اساسا بتسمى جيوش، كان سبع جيوش وهزموا في 48، يعني ومليارات مليارات المليارات تصرف على السلاح. دلوقتي الجيوش دي كلها هي اللي بتضرب في واليوم. بس هو اقول لك كمان برضه هنا في الرسمه، شوف حضرتك كف ايد الـ 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 الامه او اللي هو الرسمه التعبيريه، وكف ايدها فوق راسه، يعني عايز اقول لك هو اقرب اليها من اي حاجه دلوقتي. وهو يعني يفترض ان العرب دلوقتي بس هو على فكره هو مش ما يقدرش يعمل كده عن ضعف. المجتمع مليان، الوطن العربي مليان، العالم الاسلامي مليان بالخيرين ومليان واعتقد ان في هنا دلاله عن سوريا، يعني لان طبعا هو بصراحه لا هو دلاله لحاجات كتيره جدا. عن سوريا، عن مصر، عن ليبيا، مش مبينها بس عن الوطن العربي والاسلامي عموما. الامه بكل ما فيها. نعم. بس هي للاسف هنيجي يوم ونقول اكلت يوم اكل الثور الابيض. ايوه اكلنا يوم اكل الثور الابيض. نعم. هو كان الابيض ولا الاسود؟ طيب احنا هنبتدي دلوقتي ندخل مع الاستاذ فراس في المود بتاع الرسمه الجديده. هيعمل لنا رسمه عن ايه يا استاذ فراس الرسمه؟ هي هتبقى برضه ان شاء الله عن الانتخابات. الانتخابات والاوضاع الانتخابيه. بس مش في انتخابات يا استاذ فراس انت، يعني كل حاجه انتخابات كده تطلع لنا برضه انتخابات. هنشوف رد فعل الشارع ورد فعل الناس. الناس كلها رسمت، معظمها رسمت عن حزب النور وان ما فيش ناس راحت الانتخابات. طب ما بصراحه ما دورت ما لقيتش حد بيرسم عن رد فعل الشارع عن عدم وجود انتخابات اساسا. الشارع عمل ايه لما ما لقاش ناس راحت؟ احنا هنا شفنا رسومات كانت الناس بايدها ويقول لك لا مش بالظبط. يعني كان مثلا بينتقد حزب النور او بينتقد سياسيين او ان الشباب نفسه معرض عن موضوع الانتخاب. طب احنا بس ما شفتش انا لحد دلوقتي رسم كاريكاتيري بيوضح ليه الناس اعرضت عن الانتخاب، ورد فعل الشارع ايه من وجود الصناديق فاضيه، وجود الصناديق خاليه. مراكز انتخابيه لم ينتخب احد. طب رد فعل الناس اللي ما انتخبوش اصلا ايه؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله.
طيب تمام، هنبتدي دلوقتي ندخل المود الفني مع الاستاذ فراس، وهنعيش معاه حالة الفن فن جميل فن جميل فن الضحك، ربنا يستر. تقفل لنا القناة بس يا موسى. طيب هنبتدي دلوقتي ندخل مع الاستاذ فراس ونشوف كده الجو هيرسم لنا ايه، وربنا يسترها علينا وعلى الشباب. هتلفها ولا ممكن نجيبها بالكاميرا يا جماعه؟ الكاميرا عليها كمان كده مظبوط كده واضحه. هي ارجع بقى بظهرك شويه يا استاذ فراس عشان وشك طالع في الرسمه. لا لفها شويه كمان. ايوه بس ده ايه ده يا استاذ فراس؟ الواد ده بيعمل ايه؟ ده انتخابات الانقلاب، برلمان الانقلاب، صندوق مرمي على جنبه مش عدل. ده الرد النهائي والوافي والغزير من شباب مصر للانقلاب. عملوا عليك يا ده يعني خير الكلام بدل. يا استاذ فراس المكان ده طاهر، هيفضل طول عمره طاهر. المكان ده بس مش المكان ده. بس هنا كانت عرضها لنا ثاني يا جماعه، معلش عشان عايز مش عارف اشوفها في الجهاز اللي قدام الاستاذ فراس. ليه الله انت فاهم؟ طب ليه عامل ليه قلبين الصندوق؟ يعني ليه طب ليه ما عملتش جوه الصندوق؟ يعني فتحت الصندوق ناحيته بدل ما يغرق الارض كده في زاويه رسم، يعني زاويه رسم لا هو اللي بيختارها، بس هو انا قاصد انه يكون جنبه. لا يعني على اعتبار انها يعني مهمله بالظبط كده. و ده جنرالسي انقلاب برلمان الانقلاب، وده الرد النهائي شباب مصر على برلمان الانقلاب. ده باختصار. لا يعني كان شباب مصر مثلا ماسك نفسه مثلا اسبوع عشان يعمل ده للاسف. هو سلطه الانقلاب عندها فعلا ناس بتفهم وبتفكر، يعرفوا ان الناس وصلت لاخرها، الناس وشباب مصر وصلوا
وصلت الروح للحقوق. طب الدلالة اللي فيك الحقيقة في قسوة شديدة جدا، عارف دي قسوة منك ولا قسوة منك؟ والله أنا اللي دي بترجع لرسام في رسام الواقع أو اللي هو شايفه بشيء من أنا بس مرحلة التبول يعني مباشر. لمرحلة فيها إهانة مثلا ولا لا 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 ما فيهاش أي ولا يمكن عايز فاهم هو لا ليه؟ هو انتقاد ده انتقاد من لا الدلالة يعني الواقف ده بيعبر جيل الشباب جيل الشباب ده رد. هل انت عايز تقول ان ده رد من ولا يمكن شاب ماشي ومجنون وجع على حيطه وخلاص يعني بس حيطه من صندوق انتخابات برلمان صحيح واخد بالك فده والدعاية يعني الدعاية دي مصروف فيها فلوس يعمل فيها كده يا استاذ فراس انت قلبك انت شديد قوي على خصومك ده رد شافي اعتقد يعني من شباب كبرهم وصغيرهم واقل حاجه فعلا عملوها بصمت اللي هو الصمت الانتخابي لا ده صمت عن البرلمان الانتخابي بالكامل يعني كويس. الشباب تبول في صمت تبول في صمت صحيح انا ترجمت الحادثه اللي حصلت ديت بالنسبه لرد فعل الشباب بالرسم اللي حضرتك شايفه والله انا الحقيقه طب مفيش مناديل مفيش اي شطاره حتى الشباب كده انتظمت طب حتى شباب يا اخي الشباب كويس يعني يبقى عامل حساب الطهاره يعني هي دليلتها زي ما قلت لحضرتك رفض شباب مصر يعني هل انت تعتقد انه ممكن يستمر مسلسل العزوف او المقاطعه او الصمت عن عفوا الرفض رفض المشاركه معلش في المراحل اللي جايه هفكر بعض كده بحاجه بسيطه كده مش هنرجع بقى لتاريخ الفرعون والتاريخ الاسلامي والحاجات دي كلها تاريخ الفرعون في انتخابات؟ لا 30 سنه اللي فاتوا بس استنى صحيح استنى ده انا عايز استعرضك في حته إيه؟ انت هنا مطلع السيسي من غير طربوش الفرعون ليه بقى؟ ده المفروض كده ده جوه مصر كويس دي انتخابات برلمان مش جاي مثلا رمز الطربوش بتاع لا ولا انت يعني خفت الولد يبقى عامل بيعمل اللي عملته دي على تاج ذهب بقى وكده هيبقى بطل هيطلع الفرعون ازاي شخصيا يعني 30 سنه الشباب دلوقتي يعني هو في مرحله السلميه ده كله كده والشباب دلوقتي في مرحله السلميه يعني فانا يعني دي المفروض قاده الانقلاب والقائمين والمؤيدين له كبيرهم وصغيرهم المفروض يتعظ شباب مصر لو قام قومه هياكل فيها الكبير والصغير يعني هو اخر مراحل السلميه عند الشباب انه تبول ده كده اخره بعد كده لو قام قوم على الانقلاب بما فيهم العسكر او غيره او رجال الاعمال او مؤيدين له باعلاميهم بقنواتهم الله اعلم يمكن نعمل حاجه ثانيه غير التبول بس ما كنتش حاجه مريفه والله يخليك احسن مره الجايه فانا لسه داخل معمل تحاليل بقى طيب يعني عموما ده الحقيقه استاذ فراس مسؤول عن رسميته انا ماليش علاقه بيه وما اعرفوش طيب ماشي انا مش لاقي حاجه اقولها بصراحه طب ما هتقفل الجهاز بقى احسن حاجه تخر على الجهاز لا ما تخافش مش هتخر ماشي يا استاذ فراس احنا بنشكرك على الرسمه الجميله دي وعلى مرحله يعني التبول الحاله التعبيريه دي هي قاسيه جدا وكويس ما لهاش ريحه لكن المساله في التعبير انت اخترت تقريبا انت اكثر قسوه من كل اللي سبقوك في رسوم الكاريكاتير الله يخليك بس واحد معرض رأيه. واحد هيقع في بلاعه واحد مش عارف بتوع مش عارف بيقع منين لكن انت الحقيقه اختصرت المساله اختصار مرحاضي ربنا يسترها الحمد لله طيب احنا بنشكر حضرتك الله يخليك نورتنا النهارده ان شاء الله وان شاء الله يعني نلتقي في حلقات قادمه بنشكر حضراتكم على بقائكم معانا مشاهدتكم الكريمة للفقرة ديت وإن شاء الله هناخد فاصل وحنرجع إن شاء الله للفقرة اللي جاية خليكم معانا عشان عندنا مفاجأة حلوة